بيتنافس فنانين العرب على ثرواتهم والتباهي بالرفاهية المفرطة. ولما بينشر النجم صور عربياته او فيلاته او الجزيرة اللي بيأجرها عشان يقضي اجازته فيها، كل ده بيعتبره الجمهور نوع من الغرور، وبيعمل جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا بينا نشوف ابرز النجوم دي. رقم واحد، محمد رمضان. محمد رمضان نجاحه الكبير على المستوى السينمائي والدرامي والمسرحي والغنائي مش مكفيه، وبقى محمد رمضان في الفترة الأخيرة عبارة عن مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اتريق أغلبيتهم لما نشر محمد رمضان صورة على حسابه الشخصي، صورة فيها عربياته الجديدة اللي اشتراهم ب8 مليون جنيه، وأغلب الناس اللي كانوا بيهاجموا محمد رمضان اتهموه بعقدة النقص وعدم مراعاة شعور الفقراء والبسطاء في مجتمعنا المصري. وكتب محمد رمضان على صورة العربيتين: الحمد لله اشتريت امبارح العربيتين الاقرب لقلبي، لامبورجيني ورولز رايس، وبحب اشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة اللي في حياتي. لكن نجوم الفن ما سابوش محمد رمضان وردوا عليهم بطريقتهم الخاصة. محمد رمضان بعد ما نشر صور عربياته، احمد حلمي رد عليه بصورة من جوه عربية قديمة وقال: تقدر تبوح بسر ينفع الناس؟ للأسف لا، ما هو عيب الاسرار كده، اكتر حاجة ممكن تفيد الناس للأسف ما ينفعش تتقال، ده كلام في سرك. وعلق الفنان محمد هنيدي على محمد رمضان ونشر على صفحته الفيسبوك صورة لمشهد ليه من فيلم يانا يا خالتي جنب عربية فيات 125، وعلق محمد هنيدي على الصورة وقال: أفضل سيارة. وكان آخرهم الإعلامي باسم يوسف اللي نشر صورة ليه على حسابه الشخصي بموقع تويتر وجمعته بالنجم العالمي والتر وايت، وعلق عليها بتريقة: أخيرا اتصورت مع الفنان المحبب لقلبي، بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة. لكن محمد رمضان مسكتش قدام الانتقادات والسخرية الموجهة ليه من زمايله في الوسط الفني، وكان مستعينا ببعض الأقاويل في مسلسله الأسطورة اللي قدم فيه دور تاجر سلاح. وكان رد محمد رمضان من نصيب الإعلامي باسم يوسف بصورة المشهد من مسلسل الأسطورة وكتب: لا ده انت تيجي تكتب مكاني بقى بصوت رفاعي الدسوقي. ورد عليه باسم يوسف وقال له: هي الشيشة دي بتعور قوي، بحسب تقارير صحفية افادت ان املاك الممثل المصري محمد رمضان بتتخطى 200 مليون جنيه، ومنهم فيلا في الشيخ زايد مساحتها 1500 متر وصل سعرها ل 15 مليون جنيه، ده غير امتلاكه اسطول سيارات وموتوسيكل تمنهم 30 مليون جنيه. النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول. محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الانجليزي بقى حديث العالم في فترة بسيطة، وده بعد الاداء الرائع اللي بيقدمه على المستوى الدولي مع فريقه اللندني، ودايما بيكون اللاعب الناجح محطة اهتمام من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وبقى محمد صلاح من اهم ثالث لاعب في العالم في السنين اللي فاتت بعد ما تألق في روما الايطالي، لكن المحطة الأساسية في مشوار محمد صلاح كانت مع نادي ليفربول الإنجليزي عشان يكتب تاريخ جديد في كرة القدم. نجح محمد صلاح زي أي لاعب كبير في كرة القدم في صناعة وتحقيق ثروة ضخمة في زمن قياسي، وده برغم صغر سنه. لكن كل ده مش بيجي من فراغ، ده بيجي نتيجة عرق وجهد وتعب وصبر وإصرار على النجاح، وقبل ده كله الثقة في النفس لتحقيق الأحلام. صلاح بيتمتع بطبيعة متواضعة وده سبب لوحده في نجاح، فمش بتشغله أضواء الشهرة وسحر أوروبا وغيرها. محمد صلاح ابن قرية نجريج اللي نشأ في منزل لا يميزه أي شيء عن بقية المنازل اللي حواليه، ووجهته الخارجية اللي هي غير مدهونة بأي دهان من بره، والبيت ده ملك الوالده بيعيش فيه لحد دلوقتي، ورافض إنه يسيب القرية والرحيل منها علشان يتابع طلبات أهالي قريته ومراقبة الأعمال الخيرية اللي بيقدمها لأهالي نجريج. محمد صلاح بينفق ما بين 2000 و4000 جنيه استرليني شهري في مؤسسة محمد صلاح الخيرية، واشترى محمد صلاح فيلا جديدة في المناطق الشهيرة في القاهرة الجديدة وتحديدا في مدينتي. وبالنسبة للعربيات اللي بيمتلكها محمد صلاح، يمتلك محمد صلاح عربية بنتلي وسعرها 330 ألف دولار، وده بما يعادل 6 مليون جنيه مصري. ونشرت صحيفة اكسبريس الانجليزية تقرير عن حجم ثروة محمد صلاح اللي بقت ضخمة بعد توقيعه عقد جديد مع ليفربول، ووصل راتبه فيه ل 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، والعقد ده بيربطه بليفربول لحد 2023. ووضحت الصحيفة إن ثروة محمد صلاح جت من رواتبه من الأندية اللي لعب ليها وآخرها ليفربول، بجانب عقود الرعاية الكبيرة اللي مضاها مع الشركات التجارية في الفترة الأخيرة.
وصافي ثروة محمد صلاح دلوقتي وصلت ل 30 مليون جنيه استرليني، ما يعادل ل 681 مليون جنيه مصري. ومحمد صلاح يستحق الثروة دي بعد ما نجح في التألق مع ليفربول، وحصل مع ليفربول على دوري أبطال أوروبا بعد 14 سنة، وجايزة أفضل لاعب في العالم اللي بتقدمها الفيفا، وتوج بجايزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم اللي فات. عمرو دياب، عمرو دياب واحد من اشهر المطربين في الوطن العربي، وحققت البوماته مبيعات كبيره في الوطن العربي كله، وترجمت بعض اغانيه عده لغات اهمهم الانجليزيه والروسيه والتركيه والهنديه واليونانيه والفرنسيه. وتميز عمرو دياب انه يدخل الالات الجديده في الموسيقى بتاعته وابتكار انواع مختلفه من الاغاني على مدار تاريخه، وحصل على جوائز كتيره في مشواره الفني، منها World Music Award 7 مرات عن اعلى مبيعات في الشرق الأوسط لسنة 1998 و2002 و2007 و2014. عمرو دياب يعتبر أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتسجل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر الجوائز. وبيمتلك عمرو دياب مجموعة من العربيات الغالية، منها لامبورجيني ومرسيدس من نوع AMG 65 اللي صور بها إعلان فودافون في رمضان 2019. الهضبة عمرو دياب من أغنى نجوم الوسط الفني في مصر، واتقدرت ثروته بملايين الدولارات، فهو الاعلى اجر بين نجوم الفن، واجره في الحفلة الواحدة بتقترب من 2 مليون جنيه، وبيقوم باحياء عشرات الحفلات طوال العام. ومجلة اريبيان بيزنس قدرت ثروته ب 42 مليون دولار، وهو ما يعادل 700 مليون جنيه مصري. وعلى الرغم من ثروة الهضبة الكبيرة، لكن كل اللي هو فيه ده بمجهود سنين فاتت، فهو رجل عصامي استطاع تكوين نفسه بنفسه وذكائه، وبيمتلك مجموعة من العقارات في مصر وأوروبا. عادل إمام، عادل إمام من أشهر الممثلين المعمرين في السينما المصرية والملقب بالزعيم. ثروة عادل إمام بيبقى الجمهور عايز يعرف دي جت إزاي، لأنهم بيعتبروا قصة حياته مهمة جدا عشان يستفادوا منها في جميع المجالات، وعن سيرته اللي لابد إنه يتعلم منها أي حد عشان ينجح في مجال التمثيل. الزعيم صبر كتير وتعب في بداية مشواره الفني، لدرجة إن والده توفى وهو على خشبة المسرح وهو بيمثل، واتشهر بأدواره الكوميدية والرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية. وبدأ حياته الفنية سنة 1960، وشارك في بطولة كتير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وتعين سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة في يناير 2000. عادل إمام عمل أفلام حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية في فترة الثمانينات والتسعينات، وكانت أفلامه الأعلى دخل في السينما، وده اللي خلاه مميز عن بقية الممثلين. الممثل المصري الكبير عادل إمام على قائمة أكتر الممثلين غنى حسب آخر احصائيات. وبيمتلك الزعيم سيارات من نوع رانج روفر، وكشفت مجلة اريبيان بيزنس وقدرت ثروته ما بين 40 و50 مليون دولار. الفنانة احلام، تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أكتر الشخصيات اللي بتمتلك ثروة تفوق الخيال، وتعتبر من أغنى الفنانين في الخليج العربي. وأحلام لفتت الأنظار لثروتها من خلال مشاركتها ببرنامج أرب أيدول، وكانت بتلبس أغلى المجوهرات والساعات، وكان بيوصل مبلغ خاتم ألماس ضخم اللي كانت حاطاه في صابعها سعره 1,800,000 دولار. بتمتلك الفنانة أحلام منازل وقصور في أكتر من بلد ومناطق مختلفة، وعندها قصر ضخم في منطقة الجميرة في دبي، وبيت في قطر، وبيت تاني في لندن، وبتمتلك 49 من أسهم شركات الطيران في الخليج، ومجموعة من أغلى وأسرع العربيات في العالم، منها بيناتلي وفيراري ولامبورجيني، وأخرها كان رولز رويس اللي اتعملت ليها بمواصفات خاصة. وبتمتلك أحلام طيارة خاصة بتبلغ قيمتها 35 مليون ريال سعودي. أحلام تبقى زوجة سائق سباق الرالي السابق مبارك الهاجري، واللي بيمتلك شركة للتنقيب عن النفط في قطر. الفنانة هيفاء وهبي، هيفاء وهبي واحدة من أكتر المطربين غنى في الوسط الفني بعد الفنانة أحلام، ومعروف عنها شراء أغلى الملابس وأنواع العربيات، وبتمتلك منزل فخم في بيروت. جزء من ثروة هيفاء كونته بعد خطبتها على رجل الأعمال السري طارق الجفالي في سنة 2004، ودفع 4 مليون دولار مهر لهيفاء في فترة الخطوبة بجانب الألماز والجواهر اللي جابها لها. وبعد انفصالها عنه اتجوزت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة اللي دفع لها
لها مهر قيمته 20 مليون دولار بحسب المصادر اللي اكدت الرقم وقت الجواز، وبتمتلك فيلا اشتريتها سنة 2005 ب 3 مليون دولار في بيروت، ومع الوقت اتغيرت الاسعار وبتقدر الفيلا دي دلوقتي بمبلغ 13 مليون دولار. وبتمتلك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اسطول من العربيات الغالية اللي دايما بتتعمد استعراضها في مناسبات مختلفة، وابرز ماركات العربيات لامبورجيني وفيراري ورانج روفر ومرسيدس وبورش وبيناتلي. ووضحت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية ان ثروتها تتجاوز ال 40 مليون دولار، وكل المبالغ اللي احنا قلناها دي مع العجز والزيادة. ده كان اخر موضوعنا، اتمنى ان احنا ننال اعجابكم. سلام عليكم.